من جماعة السهول التي اختتمت دورة أكتوبر، دورة ماراثونية انعقدت في 3 جلسات، سيقربنا منها أكثر ومن خط جدول أعمالها السيد رئيس الجماعة السيد العربي الرويشي. شكرا الأساتذة الكرام. موقع مساء الجهة وموقع المواطن 24 فيما يخص كما ذكر يعني دورة أكتوبر فيها 3 جلسات، لأن كاين مجموعة من النقاط اللي طرحت عن التداول. الكل كيعرف بأن الطابع القروي ديال السهول يعني لابد من واحد المجموعة من المداولات حول الشق الاجتماعي ومجموعة من القطاعات اللي عندها واحد المساهمة كبيرة في هذا الشق، بما فيها التعليم، الصحة، الفلاحة، كذلك الظرفية الدولية والظرفية الوطنية. يعني كان عندنا مجموعة تداول مجموعة من النقط. الحمد لله يعني كانت الدورة فيها 3 ديال الجلسات، كان نقاش مستفيض، كانت واحد القابلية، كان يعني الأغلبية ديال النقاط دازت ب يعني موافقة جميع الأعضاء، إلا باستثناء بعض النقاط اللي دازت يعني بالأغلبية، والأغلبية مطلقة تقريبا. على ما أعتقد فمجلس السهول يحتاج إلى نضج الجميع، إلى المساهمة الفعالة تمشيا مع الظرفية ومع الدوريات الوزارية بما فيها يعني الدورية الأخيرة اللي جات من السيد وزير الداخلية مشكور، اللي كلها تصب حول ترشيد النفقات وتقويم الوضع والاشتغال على الاستثمارات وعلى الشق الاجتماعي وعلى حسن ترشيد الماء وما أدرك ما الماء، لأن الطابع القروي يحتاج أكثر من الحواضر فيما يخص يعني ترشيد هذه المادة الحية اللي كنحتاجها في السقي في مجموعة من الأمور اللي هي في المجال القروي. على أي بالنسبة لنا السهول نطمح بصفتي كرئيس إلى ترشيد النفقات، إلى تصويب الوضع، إلى تقويم الوضع، يعني خصوصا بأن هذه السنة عرفات يعني واحد مجموعة من الإنجازات اللي كنحتاجو احنا نسايروها، بما فيها التوسيع ديال لاينسيس أو الطريق الوطنية رقم 6 اللي هي في طور الإنجاز، اللي هي غتعطي واحد الطابع تنموي للمنطقة، كذلك لاسينيسمو والربط بالواد الحار اللي يعني سنين وحنا كنطلبوا وكنقلبوا على حلول جذريه للصرف الصحي اللي الحمد لله راه حتى هو في طور الانجاز. الرونفورسومو او التقويه ديال الماء الصالح للشرب، لان كان غلاف مهم اللي غيكون للسهول ان شاء الله بناء على تمديد وتقويه الماء الصالح للشرب. كذلك سنشتغل على يعني تمديد ما تبقى من الفوي اللي ما عندهمش يعني الكهرباء وهم أقلية جدا. كذلك سهرنا على الزيادة في عدد الحجرات ديال التعليم الأولي منذ ما جئنا، يعني تزادوا تقريبا العشرات ديال التعليم الأولي اللي هما ولاو تيستقبلوا مئات ديال الأطفال، فوق من 500 طفل دابا التعليم الأولي يدرسوا في التعليم الأولي في سن الصغار. كذلك نشتغل على بعض المسالك اللي هي كانت مبرمجة من طرف يعني هذا الـ FDR،
كذلك مع المجلس الإقليمي، كذلك مع الجماعة. وكنتمنى إن شاء الله يعني النضج السياسي، وما أدرك ما النضج السياسي، لأن كان طلبوا من هذا المنبر يعني في المستقبل إن شاء الله يعني ينخرطوا الشباب، ينخرطوا حاملي الشهادات، ينخرطوا حاملي الأفكار في هذا الحقل السياسي من أجل تقويم الوضع أكثر، ومن أجل المساهمة الفعالة في المقترحات، لكي لأن مهما اشتغلت إن كان يعني في المعادلة يعني في المعادلة إن كان هناك منهم أحيانا ضعاف، فلا بد من يعني هذا نصب إليه جميعا، لأن احنا راه في واحد السن، لأن في المستقبل يحتاج إلى شباب، يحتاج إلى أناس جدد لهم فكر جديد، لهم فكر تنموي قروي. ولهذا يعني ما تبقاش هذه القرى يعني الحقل السياسي مقتصر على الأعيان، لكن خصو يدخلوا له الناس الصغار، الشباب حاملي الشهادات، حاملي المقترحات، الناس اللي هما يشتغلون بموضوعية وبعيد عن التفاهات والأمور اللي هي عندها سياسة ضيقة. وشكرا. نعم سيد الرئيس، أهم نقطة في دورة أكتوبر كانت هي الميزانية، ملامح هذه الميزانية التي تم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة، لو تقربنا منها. الحمد لله الميزانية فيما يخص يعني لا التسيير ولا المداخل ولا المصاريف هي تمتاز بالصدقية والتوازن، هذه من الأسس ديال الميزانيات اللي خاصة يعني الصدقية والتوازن. احنا يعني اشتغلنا منذ المجيء ديالنا من يعني البحث عن موارد جديدة، لا في إطار يعني ما يعرف بالمواد الغازية ولا ما يعرف باستقطاب ما استقطاب الأموال اللي كتسالى الجماعة من طرف يعني التجار المحليين، كذلك فيما يخص التعمير، يعني جميع البنود اللي عندها علاقة بالمداخل اشتغلنا عليها، وكان هناك تحسن أحيانا ممتاز أحيانا طفيف، وفي المستقبل نطمح إلى الأكثر. كذلك بالنسبة للأسواق الأسبوعية بالنسبة لهذه السنة الماضية يعني أعلى قيمة في تاريخ الأسواق الأسبوعية فهو كان في 2022. كذلك نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الغيث إن شاء الله غيثا نافعة، من أجل إن شاء الله عاوتاني تبقى هذه الأسواق يعني كمورد مالي قار اللي هو كيمثل تقريبا 15% من ميزانية المداخل للجماعة. وشكرا.